مراتك بتحاور عليها ازاي؟ طب اسجل ايه؟ والله انت كنت فين؟ والله كنت في مشوار. اغني؟ لا حسب بقى الحوار. بقول الصراحه سنة حلاق. لا انا ما بخبيش حاجه عن مراتي. عاوز الصراحه؟ والله كنت فين؟ كنت في الشغل. يعني في مكان مثلا كله شغل كله مشوار. لا 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 ما بخبيش عادي. لا ده عادي يعني واحد صاحبي مرات واحد صاحبي بتاع كلام من ده في مشكله بنحلوها كده يعني عادي يعني. انا الصراحه ما حاورتش عليها كنت بحاور على غيرها. لا 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 لا, لا. اكيد كدبه بيضه يعني. ممكن ساعات ان انا قاعده في الشارع دلوقتي. مش عايز اقول لك لا مش عارف. يا راجل بحاور عليها ازاي؟ عادي زي ما الناس بتحاور يعني. كان معايا عربيه كنت بحطها تحت قبل ما اطلع فوق. اي حاجه عايز اخبيها عن مراتي اجيب لها حاجه حلوه وانا جاي. هي ما بتصدقش. والله حاجه حلوه كده تروح جايه واكله وتمام التمام خلاص ما حدش عارف اي حاجه. بس هي ما بتصدقنيش. لا انا لا. والله بلاش الفضايح دي. يعني كنت مخبيها في العربيه عشان ما تعرفش. الله وانا همدح نفسي. طبعا. لا 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 انا برضك من ضمن الناس اللي بتكذبوا بس مش اي حاجه يعني. والله مثلا المره دي مثلا رحت عملت مثلا عند ماما حوار. مفيش حد بيخبى على مراته عشان العين العين بتبين كل حاجه. خبي حاجه لا ما خبيش حاجه على مراته خالص. ما يعرفش. لا بص يعني هو عامه الستات عايزين اللي يسيسهم.